بوريس جونسون رجل كثير الأوهام. لا أريد سوى أن يفهم العالم معنى العيش تحت وطأة الاحتلال. عشرون عاما من التدخل الغربي في أفغانستان خلفتها أفقر دولة في العالم. يبدو أن الإمدادات والنفط والغاز أهم من حقوق الطفل في اليمن. يموت الأوكرانيون بالآلاف والآلاف، وكذلك يلقى الجنود الروس حتفهم. أعتقد أن علينا أن نعير السمع لصوت الفلسطينيين. هل تعتقد أن حظر حماس وحزب الله في المملكة المتحدة قرار صائب؟ مقابلة مع جيريمي كوربن تأتيكم السبت 8:30 مساء بتوقيت القدس الشريف.